سيد عبد الله الغامدي، ما هي الآمال التي كان يعلقها محمد بن سلمان على قمة العشرين؟ محمد بن سلمان كان يتمنى أن قمة العشرين هذه تكون موجودة في الرياض ولا تكون قمة افتراضية، لأنه إذا كان موجودة في الرياض وحضر زعماء الدول وصافح زعماء الدول وأخذت الصور من هنا ومن هناك، يعني تقريبا كأنه سوف يعطي لنفسه كريدت وقوة أنني أنا الزعيم الذي أفعل ما أشاء متى ما أشاء، وهذه الدول جميعا كما ترون تخضع لي، لا تهتم لا في مجال حقوق الإنسان ولا في الحريات. لكن جاءت القمة الافتراضية هذه وكانت يعني زي ما نسميها مثلا القشة التي أو القشة التي أنقذت الغريق يعني في هذه القمة. نعم. طيب سأعود إليك سيد عبد الله. مشاهدينا ينضم إلي عبر الهاتف من لندن السيد جواد عبد الوهاب الكاتب والباحث في الشؤون الخليجية. أرحب بك سيد جواد. كانت هناك مطالبات كثيرة بفتح الملف الحقوقي مع محمد بن سلمان خلال قمة العشرين، إلى أي مدى كان هذا الملف هاجسا يؤرق محمد بن سلمان وغطى على قمة العشرين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وإلى المشاهدين الكرام. أولا يعني كان هدف محمد بن سلمان من إقامة أو تنظيم هذه القمة هو الظهور بمظهر الرجل العادي والمسؤول العادي في العالم، خاصة بعد أن تشوهت صورته في العالم بعد مقتل واستشهاد الصحفي خاشقجي. ولذلك كان يطمع في أن تجري هذه القمة بهدوء، إلا أن المنظمات الحقوقية الدولية استغلوا واستثمروا هذه القمة في إظهار الوجه الحقيقي لمسألة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية. في الوقت الذي يقدم نفسه محمد بن سلمان، أقصد يقدم نفسه للعالم بأنه حداثي، بأنه يحاول أن يحدث المملكة العربية السعودية ويجعلها في مصاف الدول التي يعني تنشر التقدم والازدهار وما أشبه، قامت المنظمات الدولية بإظهار كل ما يحاول محمد بن سلمان أن يخفيه من انتهاكات حقوق الإنسان، من جرائم قتل، من جرائم تعذيب في داخل السجون، وخاصة أن الوجوه الذين هم في المعتقلات في معتقلات محمد بن سلمان وجوه معروفة للعالم، يعني وجوه حقوقية، وأغلبهم كانوا يطالبون بأدنى الحقوق بالنسبة للشعب السعودي. نعم، ولكن مع ذلك، وهنا أسأل السيد عبد الله الغامدي، مع ذلك كل هذه الملفات الحقوقية ومع أنه هذه القمة لم تكن في الرياض حقيقة وإنما افتراضية، ولكن الجميع حضر، ألا يظهر هذا بأن السعودية ما زالت تمتلك مفتاح هذه العلاقات العالمية التي دفعت الدول العشرين لحضور هذه القمة؟ هو الحقيقة يعطينا صورتين، يعطينا الصورة الأولى لنبدأ بدول العالم، يعطينا الصورة الأولى أنه دول العالم هذه لا تكترث كثيرا بمجال حقوق الإنسان، وكل ادعاءاتها التي تدعيها في مجال حقوق الإنسان قد تجدها في دولها نعم، لكنها لا تهتم من ناحية الدول الأخرى، يعني مثلا أي جريمة تحصل في السعودية قد تنزعج هذه الدول مؤقتا ثم ينتهي هذا الإزعاج إذا كان مصلحتهم السياسية والاقتصادية مع هذه الدول التي تتهمها كالسعودية. والصورة الثانية يعطينا انه بالفعل انه المال السعودي استطاع ان يثبت للعالم انه كثير من الدول التي تدعي الحريات، تدعي الديمقراطيات، تدعي الحقوق، انها لا شيء امام هذا المال. وهذا جانب خطير صراحة، لانه يعطي محمد بن سلمان ويعطي الشخصيات اللي مثل محمد بن سلمان ضوء اخضر، افعل ما تشاء متى ما تشاء فلا تهتم، فهناك من سوف يسعى خلفك ويستجديك ويستلطفك ويسترضيك حتى يحصل على شيء من النفط التي تنتجه. يعني بالمناسبة زي قمة العشرين، السعودية ليس لها أي إنتاج قومي مثلا حتى يحسب لها وزنها، السعودية مثل الدجاجة التي تبيض بيضا فقط، يعني إذا راح البيض هذا انتهت السعودية، لا يوجد إنتاج قومي مثلا مثل كل الدول الموجودة في قمة العشرين.
ولهذا بعضهم يقول لولا النفط لكانت المملكة العربية السعودية هذه من أفقر دول العالم، إذا كان إذا مشينا على نفس السياسات التي تتبع الحكومة السعودية في صناعة البدائل الصناعية وفي الإنتاج. نعم. طيب سيد جواد عبد الوهاب، هذه القمة تأتي في ظل مرحلة انتقالية في الولايات المتحدة، وهذه الضبابية التي تعيشها واشنطن، وبالتالي إلى أي مدى يمكن التعويل على هذه القمة وبأن تكون ناجحة وهامة، والتي كان يرجو من خلالها محمد بن سلمان أن يبرز كما تحدث سيد الغامدي كزعيم قوي في المملكة؟ لا بالعكس، القمة لن تكون يعني ملمعة لصورة محمد بن سلمان، على العكس من ذلك، حتى لو حضروا 20 في هذه القمة ومشت الأمور السياسية، إلا أنها على الجانب الآخر كل الصحف في العالم تناولت اليوم وأمس وقبل أمس قضية حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية. وأنت تعرف أن الصحافة عندما هنا في الغرب عندما تنقل رأي أو تركز على قضية معينة هي تجعل تفاعل في وسط الرأي العام، يعني صحيفة مثل الفاينانشال تايمز، الجارديان، كلهم اليوم كتبوا حول قضية حقوق الإنسان، وليس ولم تتناول هذه الصحف ملفات القمة، وهذا ما يجعلنا من أن نتأكد من أن الرأي العام في الغرب اليوم يعلم جيدا ما يجري في المملكة العربية السعودية من انتهاكات لحقوق الإنسان، ولذلك يمكن تكون القمة ناجحة في جانب أنها تناولت الملفات المعدة لها، لكنها في الجانب الآخر الذي كان محمد بن سلمان يريده من هذه القمة، أنا أعتقد أن هناك فشل واسع، أن مسألة حقوق الإنسان هي التي سيطرت على أغلب الصحف في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ثم فإن أغلب الشعوب في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية تنظر اليوم إلى المملكة العربية السعودية كحكومة منتهكة لحقوق الإنسان، وربما تصل هذه الانتهاكات إلى جرائم حرب. طيب سيد عبد الله، في هذا الصدد تحديدا قبل انعقاد القمة بأيام كان هناك تسريبات أو أحاديث عن إمكانية إطلاق سراح الناشطات في المعتقلات السعودية، ولكن تم التراجع عن ذلك، لماذا برأيك؟ هو حقيقة التصريحات هذه حتى تركي الفيصل نفاها، قال لم يصرح السفير السعودية في بريطانيا لم يصرح بهذا التصريح، مع أنه حقيقة صرح. وأتوقع أنه سبب النفي، أو خلينا نبدأ بسبب الخبر، سبب الخبر أتوقع أنه كان في مثل الحملة التي تريد أن تقودها السعودية بعد أن بدأت الصحف العالمية أن تكتب عن ملف حقوق الإنسان في السعودية، وأن هناك معتقلات إصلاحيات أو ناشطات كنا يطالبنا ببعض الحقوق التي وفرها الآن محمد بن سلمان مثل قيادة المرأة للسيارة، لكنهن لازلنا يخضعن أو لازلنا في السجون. فكانت هذه مبادرة من الحكومة السعودية حتى تعطي أمل أو تضع كما نقول حاجز بين الصحافة وبين الرأي العام العالمي، أن الحكومة السعودية مقدمة على ملف الإصلاح، مقدمة على إطلاق سراح المعتقلات. لكن بسبب أعتقد الحملة القوية التي شنتها الصحف العالمية وبعض القنوات الحرة في ملف حقوق الإنسان، جعل السعودية تتراجع عن رأيها وعن نيتها في إطلاق سراح بعض المعتقلات. وبالمناسبة يعني يقال أنه الحديث اللي تم بين الملك سلمان وأردوغان اللي استمر تقريبا 40 دقيقة، يقال أنه أردوغان فتح ملف حقوق الإنسان وطالب من الملك سلمان أن يطلق سراح الناشطين والناشطات داخل السعودية. فنحن الآن ننتظر على أمل 6 شهور القادمة، هل حقيقة سوف ينجح الإعلام الغربي، وهل سوف تنجح بعض المطالب في إطلاق سراح الناشطين والناشطات، أم أن محمد بن سلمان سوف يستمر في إجرامه وفي دكتاتوريته، وسوف يثبت للعالم أن الملك سلمان مجرد صورة، وأن اللاعب الرئيسي في جميع ملفاته هو محمد بن سلمان، وأن محمد بن سلمان استطاع بالفعل
أن يستغل قمة العشرين هذه لصالحه، واستطاع بالفعل أن يدوس على ملف حقوق الإنسان الذي تدعيه الدول الأوروبية. سيد جواد عبد الوهاب، سفيرة السعودية في واشنطن وجهت خطابا لبايدن الرئيس المنتخب، ذكرته فيه بأن بلادها كانت من أعظم حلفاء الولايات المتحدة في هذا التوقيت بالذات، كيف تقرأ مثل هذه الرسالة؟ شوف أستاذ، أولا بايدن يعرف أن المملكة العربية السعودية حليف استراتيجي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، لكن عند بايدن رزمة من الملفات التي يريد أن يناقشها في المستقبل مع القيادة السعودية. من ضمن هذه الملفات هو ملف حقوق الإنسان. لاحظ أستاذ أنه حتى لو خرجت هذه القمة اليوم بنجاح على الصعيد السياسي وعلى الصعيد الاقتصادي، إلا أن تداعيات وآثار الحملة الإعلامية التي نظمتها مجموعة من المنظمات الحقوقية وأيضا الشخصيات المعارضة في السعودية وكل الحقوقيين في العالم، هذه ستترك آثار على وضغوطات، ستشكل ضغوطات على الحكومات التي حضرت هذه القمة من قبل شعوب هذه الحكومات، من التعامل مع المملكة العربية السعودية من دون تقديم هذه الحكومة إنجازات على مستوى حقوق الإنسان. ولذلك نرى اليوم أن مثلا في ألمانيا هناك مطالب بإيقاف مبيعات الأسلحة، هنا في بريطانيا عدة نواب وعدة شخصيات تقوم الآن بدراسة ملفات حقوق الإنسان وصياغة مطالب للمملكة العربية السعودية. ما نقلته الصحف والمنظمات الحقوقية سيشكل في المستقبل طريقة التعامل مع محمد بن سلمان أو مع الحكومة السعودية، فستجبر الحكومة السعودية حتى لو اليوم نكثت بوعودها. يعني محمد سلمان وعد فعلا من وراء الكواليس، راسل المنظمات الحقوقية وراسل المؤسسات في العالم من الذين يحضرون القمة بأنه سيقوم بإطلاق سراح المعتقلات والحقوقيين من المعتقلات، ولذلك نكث بوعوده اليوم. لكن هذه المسألة حتى لا يكون محمد بن سلمان خضع لضغوط هذه المنظمات أو خضع لهذه الحملة الإعلامية، لكن في المستقبل ستجبره هذه الحكومات على تقديم تحسين ملف حقوق الإنسان، ليس من أجل الشعب السعودي، وإنما هم محرجين أمام شعوبهم من أنهم يتعاملون مع قاتل مثلا مثل محمد بن سلمان ومع حكومة تقوم بانتهاكات حقوق الإنسان وتقوم بانتهاك القيم الديمقراطية التي يؤمن بها الغرب. شكرا لك سيد جواد عبد الوهاب، الكاتب والباحث في الشؤون الخليجية، كنت معي عبر الهاتف من لندن. كما أشكر سيد عبد الله الغامدي الناشط السياسي السعودي، كان معي عبر سكايب من لندن أيضا.